السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جرانيوميتس انفلاميشن. أولا كده عايزين نعرف يعني إيه أصلا جرانيوميتس انفلاميشن، وده نوع من أنواع إيه. يعني إحنا عارفين طبعا إن الانفلاميشن هو عبارة عن نوعين، عبارة عن أكيوت وعبارة عن كرونيك. هل الجرانيوميتس دوت نوع من أنواع كرونيك ولا الأكيوت؟ طبعا هو من أنواع الإيه، كرونيك سب تايب أو ذا كرونيك انفلاميشن. طبعا يتميز اسمه جرانيوميتس، ففي جرانيولوما. طب إيه هي أصلا الجرانيولوما دي؟ الجرانيولوما دي هي عبارة عن كوليكشن من الإبيثيليوئيد هيستيوسايتس، خلايا اسمها ايه، ابيثيليوئيد هيستيوسايتس، اللي هي عباره عن ايه. الابيثيليوئيد هيستيوسايتس دي عباره عن ماكروفاج ويز اباندنت بينك سيتوبلازم. السيتوبلازم بتاعها بيكون ايه، كتير جدا في بينك سيتوبلازم، ودايما بيكون محاط كده من بره بجوينت سيل وشويه صغيرين من ايه، من الليمفوسايتس. كوليكشن اوف ذا ابيثيليوئيد هيستيوسايتس اهي. يعني هي الفكره كلها في الجرانيولوما زي ما واضح في الرسمه كده، يعني ايه كوليكشن اوف ذا دي اسمها ابيثيليوئيد هيستيوسايتس، ماشي، اللي عباره عن ماكروفاج، وهنا في اباندنت ايه سيتوبلازم، سيتوبلازم كده بينك كتير يعني، تمام، ودايما محاط بايه، بنوعين من الخلايا. مين هم الخلايا دول؟ الجوينت سيل، ومحاط بايه، بشويه صغيرين من الايه، من الليمفوسايتس كده حواليها. يعني طبعا الرسمه مش عارف ارسم حتى عشان خاطر الالن دوت مش كويس في الرسم، بس الفكره واضحه. يعني يبقى الجرانيوما عباره عن ايه، كوليكشن اوف ذا ابيثيليوسايتس، ابيثيليوسايتس اللي هي عباره عن ايه، عباره عن ماكروفاج. ادي الماكروفاج اهي، وفي سيتوبلازم اهو. السيتوبلازم ده يعني ايه الغريب فيه، ان هو بينك، يكون بينك بينك جدا، تمام. يوجوالي سراوندد باي ايه، محاط بي جاينت سيلز وشويه ليمفوسايتس. انواع انا بقى عايز اتكلم عن ايه، عن انواع الجرانيوميتس انفلاميشن. هل هو كم نوع؟ واحد الكازيتنج جرانيولوما، كازيتنج ونون كازيتنج. احنا كنا خدنا انواع الانفلاميشن برضو، اللي هو الكازيشن، ان الكازيتنج انفلاميشن ده برضو ايه نفس الفكره كده. الكازيتنج جرانيولوما قال لك ده بيعرض ايه، بيكون عنده سنترال نيكروزس، يعني في نص المنطقه كده بيكون فيها ايه، نيكروزس. ودي بتبقى مميزه لمين؟ للتيوبركلوزس والفانجل انفكشن. واحنا اتكلمنا عن نوع الكازيتنج ده هناك في الانفلاميشن، نفس الكلام بالظبط في الانفلاميشن، ماشي. اللي هيفرق بقى هو ايه، هو النوع التاني ده اللي هو مين، اللي هو النون كازيتنج جرانيولوما. قال لك ده نون كازيتنج يبقى ما عندوش سنترال نيكروزس، اما الكازيتنج يبقى عنده سنترال نيكروزس. الاسباب بتاعتها ايه؟ الاسباب بتاعتها رياكشن تو فورين ماتيريال، رياكشن تو فورين ماتيريال، ساركويدوزس. عارفين طبعا ساركويدوزس ده مرض بيصيب الرئه، والبريليوم اكسبوجر، ان الواحد يتعرض لصبغه اسمها البليريوم، بيستخدموها كده يعني، بنستخدمها عشان خاطر في تشخيصه كده يعني. ومرض اسمه كرون ديزيز، بيصيب المرض بيصيب الجو اي تي. والكات سكراتش ديزيز ده مرض بيكون موجود في القطط، وقطه لو عضت الانسان ممكن يحصل هذا المرض. يبقى تاني انا عندي النوع التاني اسمه ايه، اسمه النون كازيتنج جرانيولوما. النون كازيتنج بيكونش فيه سنترال نيكروزس، والاسباب بتاعته خمس اسباب. واحد رياكشن تو فورين ماتيريال، حاجه خشت غريبه جوه الجسم فانا هعمل رياكشن عليها فيحصل نون كازيتنج جرانيولوما، او حاله بتصيب الرئه اسمها الساركويدوزس ان شاء الله بناخدها في الايه، في ريسبيراتوري. بعد كده البليريوم اكسبوجر، تعرض لصبغه البليريوم. وبعد كده الكرون ديزيز، مرض بيصيب الجي اي تي الامعاء كده. وكات سكراتش ديزيز. ايه بقى الخطوات اللي من خلالها بيحصل عمليه الجرانيولوميتس انفلاميشن؟ اول حاجه خالص ان بيحصل برزنتيشن اوف ذا انتيجين عن طريق الام اتش سي 2. عارفين طبعا ان الخلايا العارضه انتيجين بريزنتنج سيلز عن طريق مستقبلها اهي، ادي انتيجين بريزنتنج سيلز، وادي طبعا هنا الايه الام اتش سي 2 تعرض مين، تعرض عمو الانتيجين، تعرض مين الانتيجين، تعرض الانتيجين عشان خاطر مين يجي يشوفه، يجي الخلايا التائيه. الخلايا التائيه وهي ماشيه كده ايه، تروح وتمسك مع هنا تي هيلبرتي سيلز، الهيلبرتي سيلز. بعد كده لما يحصل انتر اكشن هيخلي الماكروفيج دي ديت هتعمل ايه، هتروح مطلعه انترليوكن 12. الانترليوكن 12 ده هيعمل ايه، هيحس الخلايا التائية دي بان هي ايه، ان هي تطلع تي هيلبر 1 او يحصل لها ديفرنشيشن. هت ايه هتعمل ايه بقى لما تطلع انترليوكن 12 ده، هتروح الانترليوكن 12 ده هيروح للخلايا التائية دي ويحصل لها عشان يخليها يعمل يحصل لها ايه، ديفرنشيشن، تتميز لنوعينها المعروفين اللي هو تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2. يبقى هيتكون لتي هيلبر 1، التي هيلبر 1 ده هيطلع مين؟ هيطلع انترفيرون جاما. يبقى التي هيلبر دي لما تتنشط وتتحول لتي هيلبر 1، التي هيلبر 1 ده هي ايه؟ هيطلع انترفيرون جاما. والانترفيرون جاما ده بيعمل ايه؟ ده بيحول الماكروفيج الى خلايا نشطه،
ماكروفيج يخليها ايه، يحصل لها يعمل لها اكتيفيشن عشان تتحول ل بسوي هيستيوسايتس وجاينت سيلز اللي احنا اتفقنا عليها خالص في الايه، في الخطوات دي. انا كنت في الاخر عايز اكون مين؟ جاينت سيلز والكلام ده كله. يبقى انا في النهايه كونت ايه؟ كونت الابيسويد هيستوسايت جينت سيلز اللي هو بالنسبه لي اسمها الجرانيلوما. يبقى دي خطوات تكوين الجرانيلوما. يبقى تاني اول حاجه ان انا عرضت الانتيجين عن طريق الام اتش سي كلاس 2 للخلايا التائيه، اهو التائيه خلايا التائيه شافته فمسكت في الانتيجين دوت. بعد كده اول ما مسكت في الانتيجين خلت الماكروفاج تطلع انت الليكون 12 عشان تروح تخلي الخلايا التائيه تنقسم الى نوعين، هتحصل لها ديفرنشيشن للتي هيلبر 1 وتي هيلبر 2. والتي هيلبر 1 دي هتعمل ايه؟ هتمشي في طريقها عشان تنتج لي انترفيرون جاما. طب الانترفيرون جاما ده يعمل ايه؟ هيحول الماكروفاج الى ابيسويد هيستوسايتس اند جاينت سيلز. ولما يكون لي الابيسويد هيستوسايتس وجاينت سيلز ده بالنسبه لي هو الجرانيولوما، وبالتالي اكون كونتها.